ديما ويدات والفيكتوار لهوي والله راح نكسبكم ان شاء الله ان شاء الله. اما خو الشعب ديالنا التوانسه جايين يشجعونا خو باش تعرف راه شعبنا كبير. كاين الوداد انا اليوم ساعتيهم 6-0 الوداد بيان سير يا اخي احنا علاش جايين هاي باش ان شاء الله مقابل ان شاء الله الفوز للوداد. كيفاش جاكم التنظيم اليوم تحتيهم؟ والله الامور منظمه به زوينه الامور زوينه تنظيم مزيان ان شاء الله الفيكتوار اليوم ان شاء الله الفيكتوار الحمد لله التنظيم مزيان غير شويه فرك عارف تشيكي التنظيم الحمد لله كلشي ان شاء الله كلشي دايز مزيان ان شاء الله راه نتمنوا الفوز ان شاء الله الوداد وبيضاء وغادي نربحوا ان شاء الله وديما الوداد ان شاء الله مزيان تنظيم خير مع الجميع ان شاء الله داكشي ولا مزيان ديما حمراء تيكي داكشي بخير اليوم التنظيم كما كنشوفوا واخا هكاك مرخوفه شويه التنظيم كان مزيان غير هو البيع ديال التذاكر اللي ما كانش مزيان. كيفاش كتشوف اليوم التنظيم في المباراه؟ التنظيم هو مزيان 100% غير المشكل ديال التيكي باقي عندنا فيه مشكل واحد القضيه باش نتفاهموا مكفوف راه ما يمكنش يبقى يمشي يدبر على التيكي ويمكن يمشي يبقى يضارب مع عباد الله هما ما كل واحد وكيفاش باش نتفاهموا حنا من اي باب كندخلوا ومن اي باب غادي ندخلوا لنا هذا حق من حقوق ديالنا اللي معطيانا حنا من تطوان جينا نشجعوا الفريق الوداد ان شاء الله باش يفوز ويدوا البطوله اللي غاليه على المغاربه كاملين وديما وداد نقول لكم انا 15 عام وانا عايش في كندا 15 عام كنتفرج في الوداد وكنتسطى كنحفظ الاغاني كنتسطى عالتون يعني على السميه على الوداد كنتسطى عليها وانا جيت اليوم اول مره ندخل في دونو وندير هاد الكاس جوج نجمات هاو هاو مسبقين ربحة بليلة هاي جوج نجمات هاي جوج نجمات مسبقين ربحة بليلة و15 عام وانا كنحمل بهاد اللحظة وغادخل دونو اليوم وغنوض وغنبلبالة كلشي صفر كلشي تون حمار وديما وداد